أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد بما في ذلك السجون بعد هروب خوسيه أدولفو ماسياس زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد من سجنه الأمر الذي أدى إلى فوضى عارمة واشتباكات وتصفيات لعناصر من الشرطة على أيدي عصابات المخدرات. وقال الرئيس في منشور على إنستغرام: لقد وقعت للتو مرسوم إعلان حالة الطوارئ لتوفير كامل الدعم السياسي والقانوني للقوات المسلحة في عملياتها. وتجيز حالة الطوارئ للحكومة الاستعانة بالجيش لحفظ النظام العام في سائر أنحاء البلاد بما في ذلك داخل السجون، وأرفقت حالة الطوارئ مع فرض حظر التجول الليلي من الساعة 11 ليلا وحتى الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي.